جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القدس العربي التي نطالع منها أمريكيان يعرضان طفلهما الرضيع للبيع عبر الإنترنت. عرض زوجان أمريكيان رضيعهما البالغ من العمر 5 أشهر للبيع مقابل $3000 عبر موقع إلكتروني تجاري. نبه شخصان الشرطة إلى ذلك الإعلان، فتوجه ضابط الشرطة متظاهرا بأنه مشتر لمقابلتهما أمام أحد الأسواق، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الزوجين. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي اخترنا منها لكم جولة داخل أول كبسولة لإرسال السياح إلى الفضاء في المستقبل. نشر موقع تيليغراف البريطاني أول صور خاصة بكبسولة فضائية من المقرر أن تحمل البشر في رحلات سياحية في الفضاء تستغرق يوما واحدا فقط. وتضم الكبسولة أكبر نوافذ احتوى عليها أي صاروخ فضائي على الإطلاق، وهي تسمح للسياح بالنظر من خلالها إلى المشهد الخارجي للفضاء. إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدينا، ومنها ننهي هذه الجولة القصيرة بين الصحف وناطحة سحاب متجولة في سماء دبي. كشفت شركة أمريكية عن تصميم غريب لأول ناطحة سحاب فضائية متجولة تعتزم بنائها قريبا من أعلى إلى أسفل، وأطلقت عليها اسم برج أناليما. واقترحت الشركة تواجد الناطحة فوق دبي التي أثبتت أنها مدينة مثالية لناطحات السحاب، وقالت الشركة إن الناطحة ستكون معلقة بكوكب مداري.